مساء الخير يا استاذ فتحي، حد شافك على البحر يا استاذ فتحي؟ نعم، البحر يناديك يا استاذ فتحي حسن. البحر يناديك يا استاذنا. هذا هو البحر يوسف. تسلم تسلم يا صديقي العزيز. ابو فارس علام، مساء الخير يا ابو فارس. مصطفى تفضل. مصطفى مساء الخير يا معلم. الدكتور دكتور اسامه، اسامه التلاوي، مساءك جميل من امام بحر يوسف في قريه بن عامر. مساء الخير يا دكتور موسى نجيب. كل سنة طيبة دكتور موسى. هذه قريتنا يا دكتور موسى، القرية اللي انت جيتها بقرية بن عامر. ربنا يعزك يخليك. تسلم يا دكتور موسى. صورة معبر للدكتور أسامة. أحمد رجب، مساء الخير يا أحمد. بن عامر حبيبتنا، مساء الخير بن عامر حبيبتنا، بحبها جدا وانت جميل يا جميل. تسلم يا دكتور موسى. مساء الخير يا مس هبة يا فنانة يا جميلة، كل سنة وانت طيبة يا فنانة يا جميلة. طبعا بما انك فنانة جميلة فالبحر طبعا اكيد هيوحي لك برسم صورة فنية تشكيلية جميلة. عايزينك عايزينك يا استاذ هيبه ترسمي لنا البحر بتاعنا ده. استاذ محمد عوني مساء الخير. طاب مساءك بكل خير يا استاذ محمد عوني يا حبيبي. مس هبه ترسمي لنا البحر يا فنانه. مين اللي قال لك يا عم موسى للتخته دي نصين كمان؟ تحية العالم الصباح عصام السروي حبيبي، أهل بن عامر كله بيمسوا عليك يا عصام بيك. مساء الخير يا عصام يا حبيبي. مين اللي قال لك يا عم موسى ده التختة دي نصين كمان؟ بمناسبة عيد ميلاد، العيد الميلاد المجيد للإخوان الأخوة المسيحيين، نقول لهم كل سنة طيبين على البحر يوسفي. حاضر، ربنا يخليك معاش اليوم ركابس هبة. مسلم مسيحي في الوطن اخوان، في ارض مصر بيزرعوا طلع عيدان، قمح وذرة وشامي وفول وكمان كزان، جرجس بيسهر على الحدود واحمد ينام، محمدين على السد واقف ليل نهار، إسحاق ومرقص يرضعوا من النيل سلام. دكتور عماد بن سليمان بيعالج ابنه بخبرته وبحنكته يدير المكان، ونصر راضي في الغطان بيوزع الجمحات على كل الجيران. ده في يوم أكلنا لوحدنا، واليوم قطفنا قطننا، وحد منا ملوش مكان، ترحيل نطلع كلنا في الصف كوكتيل إنسان وعصير محبة بوجنا من يد مريم أو حنان، وستنا العدرة تلامس وشنا ترجي العيال المصريين مجان. مين اللي قال لك يا عم موسى؟ طبعا عم موسى ده هو الدكتور موسى نجيب.
مين اللي قال لك يا عم موسى ده التختة دي نصين كمان؟ بتحية العلم الصباح حسك وحسي سولجان. بكتر بخرطوم المياه أشبع جبل برليف سلان. العم عبد العاطي صدلك يا صليب الدبابات كما الحمام. محمود دبح هجلين تجال صمويل طبخ وعطية شال. واحنا بنحفر في الجنال مرات نجيب وانا عندهم في البيت تجيب المية دافية في الشتاء ويوسف يصب اتوضى صلي عندهم نتغدى حب. الدرس تعلمناه تمام وشبعنا ضرب. سيبك بقى جولة نسيج واحد ومنشتات وخطب وند. اسأل هموم الكون تقول لك مين اللي شالها في عز غل. ده الحيطة شرك والأرض ملك والكل رافع راسه فوق عند السماء. يبقى اللي جاي يضرب في شنك يعيش في دنك يتغدى يفطر في الهوان مسلم مسيحي في الوطن. إخوان هذه القصيدة أنا بهديها إلى كل إخواننا المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تحياتي يا أستاذ أحمد رفعت مساء الخير عليك. تحياتي اللي صار الكاشف أم آيات حبيبتي الغالية. تحياتي ليك يا أم آيات. تحياتي لكل اللي معانا وفطومة حبيبتي. تحياتي يا فطومة كل اللي حبيبتي. غزل البنات خد يا بتاع الغزل البنات ولد يا ولد خد يا بتاع الغزل البنات تعال انا هشتري لكم حلاوه غزل البنات دلوقتي. قد 5 جنيه. بص انت باتنين وهو باتنين عشان ما حدش يستسلم. طب استنى طيب هات انا هات ارجع لورا شويه عشان تطلع تطلع ارجع شويه. يعني مش لونها احمر. ما تعمل الاحمر قلق ها ده لون محط له لون ولون مبين واحد. طب انت تتعاركوا مع بعض يعني دلوقتي انتوا انا اخد بخمسة جنيه كل واحد منكم شمع مع بعض بقى واحد بثلاثه واحد باثنين زي ما تعجبك. مين اللي هيجيب بثلاثه ومين اللي هيجيب باثنين؟ لو اللي يجيب في الاول هو اللي هيجيب بثلاثه. وانت بلون ونص وانا باثنين ماشي. انا مش ماكل بس معاكوا فكه. هذه انا اخد بخمسه بس انا عامل واكل بدي هجيب لك بالخمسه. طب ارجع لورا شويه طبعا عشان التصوير. عايز واحده هجيب لك كفات معوز برزب هجيب لك والله معايا خمسه. انت لو انا باثنين ونص وهو باثنين مين اللي ياخد الفلوس؟ هات اي حاجه اوعى تاخدها لوحديك. انت الواد اللي معاك ده فهم بتوعت اللي لو لهم في دي ما تلاقيهمش على اسفلت يب. ادي وكل دي بخمسه. طب انا اعمل ايه؟ الواحد لا مش الواحد. انت تضحك علي ولا ايه؟ لا ما انت ما تقول ده كله اعمله. انا افتكر واحد بيجي خلاص بقى طالما طلع بالنص ناخد بقى ونوزع بقى. تعال ده البص العالم كله عايز اهو. طب انا اشيل الكيس ده اربطهم لك في بعض. حطهم لي وربطهم في بعضيه. يلا كل دي بخمس جنيه رخص والله. يا ريت كل حاجه تبقى رخيصه زي غز البنات. وانت يا اسامه عايز اسامه ابو النجا هندي لك واحده غز البنات يا اسامه. مين اللي عايز غزل البنات يا جماعه تاني؟ احنا معانا كام؟ عصام السير هياخد واحده. 10 كيس. طمطم تاخد واحده. واحد السيد. نعم؟ 10 كيس. طب هم 10 كيس خمسه بتعمل اعلان كده على الفيسبوك مجاني وما ينزلوا في البحر هم ولا حد يطول بخمسه ولا بعشر. ده احسن حاجه. وهو منفوخه بس على الفاضي عشان تبقى عارف يعني. احسن حاجه شغلانه النور. انت ضربتهم بعد ما ربطهم انا عاومهم في البحر. وانت يا سارة هتاخد ثلاثة يا سارة عشان خاطر رهف. واحد ضرب الثلاثة الجاه ثلاثة. واحد ضرب واحد لأياد اهم الثلاثة. الثلاثة دول اثنين اهم. دول اثنين عايزين واحد تاني. واحد ضرب واحد لأياد واحدة واحدة الحياة كمان. الله يخرب بيوتكم يا ابو عدف ضفتونا وحياة. لا ده انا كده هشتري ب 1000 جنيه. هات يا دي ثلاثة. دول ثلاثة دول ثلاثة يبقى ستة. اوعى تضحكوا عليا تقولوا ده غممت يعني. وعبد الرحمن الولد احمد ده عبد الرحمن قلت لعياله تعالى عبد الرحمن على البحر يا عبد الرحمن. ستة واربعة كام؟ اه؟ ستة واربعة كام؟ عايز ايه تاني؟ وجعت كفار. بقول لك ستة واربعة كام؟ 10 ستة واربعة.
طيب يلا هات كده أربعة على جملة في الأسبوع ده على جملة كويس ياي ودول خمسة أيوة يلا توكل على الزن بقى ادينا عملنا لكم اعلان ببلاش اهو تعاركوا مع بعض ولا ايه؟ اديله الفلوس يا اللحم اجيب رقبتك انت واو يلا يا عبد الله هات العيال وتعالى زهر الصبار مساء الخير عليك احنا بنبيع غاز البنات انا شريته بنص هبيع الواحد بجنيه مكسب بقت اراكم في الفكره دي خدوا بالاحفاد يقع في البحر يا عبد الرحمن اهو ايه رايك في المشروع ده عبد الرحمن؟ وبعد بنص في ضرب نار ولا ايه؟ انت مش عايز عبد الرحمن؟ خلاص يا عم لا هو مش هيمشي ده هو معايا هم موجودين مش ما تخافيش يا سر مش هيمشي ده كتير جاي كتير كتير انا الاقعهم في البحر واجي لكم عايمين عن طريق المايه ده خير يا عصام مش تاخد غزل البلد يا عصام ورود ورود تحياتي لك يا عصام الوقت انا اتورطت يا هاني بي يا هاني بي تسوق انا اتورطت شايفها ابو 5 جنيه غزل البلد قدها بص كل حاجه رخيصه عندنا الحمد لله هشيل لك واحده يا استاذ هاني دي بمناسبة عيد الميلاد راح فات دكتور موسى نجيب هو غزل البنات بقى لونه ابد لا كده ما كان احمر كويس في الاول يعني انا ايدي وقفت الله يخرب بيت العيال انا بقول بقيت بخمسة جيش عطولي جي 50 واحد فيها اهو جي الاحمر اهو شايف الاحمر بقى وريني الاحمر كده يا استاذ هاني دليل السود اللي ليه دول بيدوا الكل من البتاع ده احنا نعمل مشروع يا هاني بيه ايه رايك بص هدوم لك ايه استنى هما كام طب انا عملت بقى الحلاوه دي كلها دي انا يعني مين اللي بعتك بسرعه بقول لك هذا اللي بلاشي ده رايح جايه استنى يا ابني هتعمل ايه هما باعوا الواحده بنص هناخد الثلاثه بجنيه سبعة ونص ثلاثة بجنيه لا لا ما طيب هناخد الواحده بنص استنى هناخد منك برضه مش هزعلك وبعد كده هنعملها دلوقتي رضا ابو الغيط غزي البنات يا رضا وسام الروش انتوا جيتوا متاخرين ليه؟ انت كنت بدري واه؟ ها؟ جيت متاخر ليه؟ ما احنا كنا بنشتري كان سوق بس انا مش عارف امسكه ازاي تجي لي بكره في نفس الميعاد نروح يلا انا شريت كتير اهو مش هيجي حاجه ما هو الواحده بنص بكام ده؟ ضحكوا عليها؟ لا حلوين ده كانوا ضحكوا قول لي يا عم ضحكوا عليا لا لا حلوين طب خلاص انا هعمل بوا ده كله عبد الرحمن صالح عيسى تعالى عبد الرحمن خالك محمد حيش لك وعد غزي البنات بس بتاعك انت لونه احمر تراك نغير نبدل مع بعض تاخد شويه بيض وتديني شويه حمر ها تاخد شويه بيض وتديني شويه حمر ليه هو الاحمر احسن لا ده الاحمر ماشي الراجل فانا بس تعال بكره اخد منك بخمسه تنزل معايا ايوه خلاص ان شاء الله بس عم بتضحك على احسن شفت الورطه اللي انا فيها دي يا عم عصام انا اسيب الشعر واشتغل في غزي البنات رايك ايه؟ اقتراح يعني كده العالم بيخف يا جماعه عبد الرحمن صلي عيسى بنار يا خال الله يخليك عبد الرحمن معانا حلاوه غزي البنات يا صالح تعال خد شويه للعيله كلها عندك في الشيخ مسعود ايدي وجعتني يا راجل حد من العيال يخش على البتاع ياخد البتاع بتاع الدوشه دي راح فين تقول يا عصام ابعت لنا شوية على لي عبد الرحمن ما عندكوش في ليبيا دي قصيدة تاني خالص صح والله يا عصام قصيدة تاني خالص اهي دي احلى قصيدة عبد الرحمن عايز شوية ما عندكوش في ليبيا غزل البنات ولا ايه طب والله فرصة انا اجيب عربية
العربية ده هي معدية دي عاملاها لكم اهي، عاملاها لكم غزل البنات وادي بين واحد بالنار ليبي. شوف فرق العملة بقى تفرق كتير قوي، الواحد يسيب الشعر ويتوكل على الله ويشتغل بتاع غزل البنات. مرك يا استاذ عصام في الفكرة دي؟ حبيبي حبيبي هاني بيك. الناس اللي لسه قاعده معانا كتر خيرهم والله، يعني لو ما غزي البنات مش هتقعدوا، كل واحد فيكم عنده امل انه ياخد كيس، لكن ده بعدك والله، ده كلام صعب جدا ان نديكم، مستحيل. انا ابعت للجماعه بتوع تيبا عشان نفرق العمله. ربنا يعزك يا هاني بيك. انا على انا بقول لكم الحتت الحلوه في البحر، لكن هو في زباله كتير على طرف البحر، مش عايز اوريها. خليكم فينا عايشين رومانسيه على الاخر، بدل ما تشوفوا الوضع السيء. البحر مردوم بالقاذورات، عايزينه يتبحت بقت يعني. البحر ده انا كنت بسبح فيه وانا صغير وتعلمت العوم فيه، ويقال انه بحر سيدنا يوسف، يعني هو اسمه بحر اليوسفي، وبه ينابيع تتفجر من داخله عندما يعني تضيع المناوبة أو الماء بتخس منسوب بجل، فبتزيد المية بالينابيع من قلب البحر نفسه. ويقال أن سيدنا يوسف عليه السلام كان له ملك في الأرض، من تبدأ من ملك سيدنا يوسف كان يبدأ من أسيوط، محافظة أسيوط، وينتهي في محافظة الفيوم. كان دي كله ملك سيدنا يوسف لوحده. فأراد سيدنا يوسف أن يزرع الأرض بتاعته، فحب يشق بحر، فطبعا جاب آلاف العمال علشان يشق البحر عشان يوصل الماء للأرض بتاعته ويزرعها، ولكن فشل، يعني فشل سيدنا يوسف، فشل في أنه يزرع يشق البحر. فكان تعب ونام من التعب هو والعمال بتاعه، فجاله سيدنا جبريل قال له: يا جبريل، انت استعنت بعمالك علشان تشق البحر، لو استعنت بالله كان شقوا لك بطرف عين. فراح سيدنا جبريل دعا رب العزة سبحانه وتعالى انه يشقوا له البحر، فشقوا سيدنا جبريل بجناح. وهذه يعني رواية ما اعتقدش انها تكون صحيحة، بس انا قرأت هذه الرواية، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ولكنها تصدق. يعني شق البحر سيدنا جبريل بجناحه، بدأ من أول، ولذلك أرض سيدنا يوسف تبدأ من أسيوط وتنتهي بالفيوم، وهذا هو بحر يوسف، يصب في بحيرة قارون ينتهي. والينابيع اللي شايفينها في قلب البحر دي بتتفجر بالمياه في عز الخسية، يعني خسية يعني ما فيش مية، لكن البحر بيولد من داخله مية. كان معاكم الغزل البنات، مساء الخيرات. العالم بيجل والناس بتخس، مش عارف بيروحوا فين. محمد ابو عبد الرحمن، يا استاذ محمد مساء الخير. يا استاذ محمد تعالى، يا استاذ محمد على البحر عشان انا عايزك. حد شافك النهارده؟ ممكن تكون ماشي في النهارده. منظر جميل طبعا يا استاذ محمد احمد. عمي ابو اسامه بيقول لك عندك سمك. عندنا سمك، ده السمك هنا ملوش اول من اخر، احنا هنا لسه متغدين بسمك والله، بس طبعا شاريين ومش مصطادين. اللي عمك ابو سامة بيقول لك عندك، وعندنا بيض، قول له عندنا سمك وعندنا بيض بلدي. جزاك الله خير يا باشمهندس محمد، الله يخليك يا استاذ. يا استاذ ده انت اللي باشمهندس يا عم، انا ابو المهندسين كله. من اوعى تقول اي حاجه اللي بيني وبينك، ما تقولوش دلوقتي على البث المباشر، عارف ان انت لك ثمن اللحمه عندي بتاع الشاي. كانت لحمه جميله، نعمل لك اعلان مجاني يا استاذ محمد عن اللحمه بتاعك.
يا جماعه اللحم عند محمد ممتازه وجميله يا جماعه، فيها تخفيضات كمان. انا عديت بالعجله امبارح عشان اشوفك ما لقيتكش. انا ما عندناش سر يعني، بنقول كل حاجه على محمد طه طارون. مساء الخير يا محمد دي. حسن مساء الخير ابو علي. كل الناس اللي معانا على البث المباشر، انا واقف دلوقتي ما بين قريتين على حدود قريه بن خالد وقريه بن عامر. البحر اليوسفي بتاعنا نص لينا ونص بن خالد، ما اقدرش اقول بتاعنا يعني لوحدينا. مساء الخير اسم محمد طرهوني. اراكم في المنظر الجميل ده، شايفين الداع والجمال. واللي عايز بقت الفنانة راحت فين؟ الفنانة هبة. ودي مدخل قريتنا من ناحية بيتنا، شايفين المنظر. على قد ما هو مبدع على قد برضه ما هو مرعب. العالم بيزيد يا جماعة. احنا ممكن نوقف العربيات اللي رايحة دي، نشوف الناس لابسة كمامات ولا مش لابسة كمامات، تفتش على الكمامات. ربنا يخليك يا استاذ محمد، كده مالكش حاجة عندي، خلاص حسابك خلص كده، عملت لك بيهم اعلان. خلاص حبايب ابو حبيبي، يعني انا اعمل اعلان بمجاني على مستوى العالم كله. يعني بشيلكوا على ناحية تانية من ناحية البحر، بس الناحية التانية ظلمة. احنا هنعمل شاي هنا، العزيز يشرب شاي، شاي وغزل البنات، كوبايه الشاي بربع جنيه. يا دي يا احمد اللي عملته جاب، تعال خد غزل البنات يا احمد ده، تعال عشان انا تعبان من الشيل، وتعال خدوا العيال. احضر حالا يا احمد يا ابو محمد يا عبد القاوي، خد غزل البنات ده. أول مرة أغزل البنات. مساء الخير عليكم جميع الناس اللي صبر عليا وقاعدة مستحملاني لغاية دلوقتي، بقول لهم مساء الخير. وبدأ الليل يليل، وطبعا أنا كنت بقول شعر دلوقتي عشان راح تفتكروني، يعني أنا قلت شعر وشارينا غزل بنات للناس، ووزعنا على كل الناس غزل البنات وناس بتعيد الميلاد. يا مرحبا بكل الناس اللي بتنضموا لنا للبث المباشر الان على الهواء. مين اللي صابر وقاعد لغايه دلوقتي؟ اسمح لي ابو احمد لسه قاعد اهو. ابو حميد عايز اعلان تاني ولا ايه؟ عملت لك اعلان اللحم، ممكن ابوظ الاعلان تاني، يعني ممكن اقول ان لحمه بتعوق شويه ما بتطيبش بسرعه. مين يا جماعه معانا تاني؟ راحوا فين الناس؟ ما معناش غير خمسه. 2 4 5 خمسة على 10 بكاوي غزل البنات. يبقى النهارده ليسي. يا مساء الخير يا ليسي. طب تعالى يا ليسي، هات الاولاد وتعالى بقت معانا غزل البنات اهو. ليسي نسيبي من القاهره، مساء الخير يا ليسي. اهو جه احمد ياخد غزل البنات، تعالى يا احمد تعالى بسرعه. احمد سمع مساء الورد والياسمين. انا هنا يا عم عصام، انت لسه موجود؟ خد يا عم غزل البنات دي وارجع الدماغ. ده احمد الشاعر ده اللي ما تشوفوه، ده شاعر الصحف احمد محمد عبد القادر. ما تخليش عشان انا مش محب البتاع ده. يلا وديه البيت. انا يبدو ان العيال بتوع غزل البنات كلهم ضحكوا عليا. يا ساتر ايدي وقفت يا جماعه، البس يكون طمه ماشي. استني البنات مش مهم الغير. مفيش بنات دي. انا مش عايز الغزه، انا عايز البنات. مفيش بنات، احنا في الصعيد. لسه ما رضيش يقبل يا عم لسه، ده انا بديك بس يا عم عشان تشوف. ماشي مستني. مستني مين؟ مين اللي معانا فوق ده؟ انا مش شايف واحد صورته. مين ده؟ يا عصام انت عايز البنات. بنات مفيش بنات، بنات بنات، عالم البنات الوان، على البنات اشكال.
بنات تحب المال والراجل الميال. ومين بقى؟ الشريف. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير بالناس الحلوين. الله الله على الناس المتوافدة، أبو وردة والشريف، الناس الحلوة دي كلها. لا ده بينها نسهر الليلة دي، احنا نجيب الرقاية ونشغل الكانون ونعمل كوبايتين الشاي الصعيدي تمام التمام للزباين الحلوة دي. بس كله يدفع في الآخر، يعني مش هتشرب وبس، لازم تبكش جيبك تواو. قاعدة على البحر ومسية ايه في عز كورونا، واحنا بنختار الكورونا دلوقتي. ما مين اللي هيشرب؟ ابو شري، ابو وردة، هتشرب شاي معانا؟ الله الله، بيزيدوا كتروا شوية. لا شغلانة حلوة بتاع البث المباشر دي يا جماعة، اللي بيتفرج لازم يدفع ثمن الفرجة، مفيش حد يتفرج وبس. يعني شايفين المية بتمشي كي، بص 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 بص، اهي ايه المشي ما شاء الله. دي مش ببلاش طبعا، المشاهد الجميلة دي. اللي مش هيدفعك في العنه البث المباشر، رغم ان المية خاسة بس برضه ماشية. شايفين لو ماشية، اللي شاف المايه ماشي يرفع صباعه لفوق. يا مراحب يا مراحب، علي بيه مظهر. ألن 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 إيه الدفة ده؟ أنا معاك دي، مذكرات وسبورة. أدي موزعها في الدرس ولا سبورة؟ سبورة بكام دي؟ 10؟ 20 ها؟20 تبيعها؟ ابيعها دي ابيعها ولا أكسب بتاع 50 قرش يعني. شايفين الأستاذ علي جايب لي سبورة شريحة، بس السبورة دي كبيرة يعني. حلو والله. فيه يعني فيل يا جماعة، فيه يعني فيل، سين معلم يعني جديد والله سيارة، بتاعي. ما شاء الله. دي شين يعني شمس، وصاروخ، خروف. مين عايز ياكل لحم خرفان؟ الله الله الله، به يعني بطة. اسمع يا ابني التواوي، الكلام اللي بقول لك عليه اهو، بس يعني دال يعني دولفين. الله، ده انا ثقافة ما فيش بعد كده. خد تحت دي بقى، يبقى لك المذكرة كامل مدرس ايه، هم 65 ورقة، 30 30 كلمة. بكامل المذكرة عشان نكتب فيه بلاغ واحنا على البث المباشر ده. مين اللي بيبيع المذكرات النهائية دي؟ أستاذ علي؟ طب يا عم خد يا عم، ما نرجع بالسعادة أحسن. يقول اسم محمد، أيوه يقول اسم محمد علي، محمد علي جاوب يعمل لي يوسف محمد القرش. مساء الخير يا شيخ يوسف، الشيخ يوسف محمد القرش معانا من المملكة الأردنية الهاشمية، صديقي العزيز. كل بدل بتغيير مكانك والبحث عن مكان قريب. ليسي عاوزين غزة البلد. يا عم يا عم، ما كنا نوزع ليسي دلوقتي، انت جاي بعد ما خلصنا. عاوزين غزة البلد.
يا عم ليش احنا وزعنا غزل بنات لما كنا من الصبح عمالين ننادي ونقول يا اللي عايز غزل بنات، انت جاي بعد ما كنا مساء الجمال يا شيخ يوسف الهرشي، انت جاي بعد ما خلص الغزه تقول لي انا كنت جايب لك يا عم الجماعه جمعتنا كلهم في القاهره، كنت جايب لهم مجموعه كبيره يعني. هنا الغزه البلد رخيص يا ليسي، لو عايز تعالى ما يهمكش يعني، هتلقى ما شاء الله يعني عندنا هنا الواحده بنص جنيه، عندكم كام في القاهره؟ يعني ممكن قطعه على خد مين اللي لسه صبر علينا الضغط وقاعد معانا في وسط الظلام يا ليلى بيضا. هنصور فيلم بقى التاه السيد عربيد يا مساجد. السيد عربيد جه بعد ما غزل البنات خالص، كنت فين يا ابو السيد يا سعاده المستشار؟ كنت فين يا عمنا؟ احنا كنا على البحر بنوزع غزل بنات وخدناه غياب، رحت فين يا سيدي؟ والليسي كمان بعد ما خلصت توزيع جاي يقول لي ادينا غزل. طب يا عم ليش ما احنا كنا قاعدين نوزع غزل بنات. يلا بقت ايه عبد الله ولادي قاعدين جوا ما شاء الله، انا قاعد قدام الباب فكرني في ليبيا ما بيش ليه، وانا قاعد انا قاعد قدام الباب اهو. مساء الخير على المستشار سيد عبيد عميد العائله الموقر، ومساء الخير على الليسي احمد حبيبي. وبدأ يزيد تاني يا جماعه في سته وما شاء الله، ده انا كده حقق المجد يا جماعه. احنا كنا بنبث من المغرب من بعد صلاه المغرب مباشره لحد الان من امام من على كبر بحر يوسفي في قريتنا في بني عامر احدى قرى مركز العدوى في الشمال الغربي لمحافظه المنيا ويحدها من الجنوب. الله والله يا ابن عمي كانت فرصه حلوه، كنا بنتاجر وكانت عامله ماشيه، كنا بنبيع يعني، انت لو جيت ولحقت بقى كنت هتاخد لك شويه. اتضح ان غزل البنات دي تجاره حلوه ورخيصه على فكره، جبنا العشره بخمسه جنيه وبعناهم العشره بعشره كسبنا خمسه جنيه في البث المباشر دي. في ناس من ليبيا طلبت وهنبعت لهم، شوف فرق العمله بقت. ويمكن الشيخ يوسف القرش، تحياتي للشخص الكريم ولكل الاهل والاحباب، تحياتي اللي معاك معالي المستشار الغالي. في ناس معالي المستشار طالبين من جميع الدول العربيه نصدر لهم غزل البنات، وفي اصدقاء مش عايزين الغزل بس عايزين البنات، فاحنا مش عارفين نبعتها ولا ايه. مساء الخير عليكم جميعا، رمضان يا ابو احمد، مساء الخير يا استاذ رمضان. يا جماعه كل الحبايب جايين بعداه بعد ما خلص البث. استاذ رمضان عبد الحميد صديقي العزيز مساء الخير عليك. هذا البث ياتيكم من بني عامر اللي هناك دي. الله يسهلك الامور يا مدي. ما المستشار القانوني بتاعنا، احنا بناخد رايك التجاره دي في اي مخالفات يعني كده لما نورد غزل بنات ليبيا والصومال والبلاد اللي في اي مخالفات. عايزين نرد راي القانون في الموضوع ده عشان خاطر هنشتغل بالعمله الصعبه. اللي هناك دي نور يا جماعه، لحسن تكون روح حريقه ولا حاجه، دي الاضاءه النور، اضاءه النور على فقاره بن خالد. انا واقف على البحر كان المنظر جميل، بس البث بدا يضعف عشان خاطر المسافه الكويسه على الواي فاي بتاعنا.
خلاص مبروك، مفيش مشاكل. طب خلاص خدنا الاوكي كده من سعادة المستشار، مفيش مشاكل خالص. والاستاذ محمود البحيري، مساء الخير يا محمود بك، ان شاء الله تعالى. ماشي يا غالي، ماشي خلاص على بركة الله. احنا مش هنعمل اي صفقة لما نبعت لك، يعني ناخد رايك. العربية طالعة راح من على ليبيا تعدي برضه تاخد اوكي، اي حاجة نعملها باذنك. ما فيش حد معاه بس غير واحد اكيد، هو الاستاذ السيد. طب شكرا ليكم. كان مين اللي دخل دلوقتي؟ واحد زيادة يا عم، رقم اتنين يا جماعة. والله ده أنا أحلى بس مباشر في الدنيا، بس مباشر في العتمة. على فكرة دي شجر الجواف اللي شايفينها قدام كتير، بس ما فيهاش جواف، هي بس اسمها شجر الجواف، لكن احنا كاننا الجواف. دي شجر البرتقال، ما فيهاش برتقال، بس هيك أحسن ببلاش. اتفرج على منظر الشجر وخلاص كده. شكرا لحضراتكم، وسوف ننهي البث. السلام عليكم، تحياتي لي.